يعني انا هدي مثال النهارده على اللايف سايكل ووتر اسسمنت، على اساس ان هي يعني هي دي اكتر مجالي في الشغل، فحاول ان انا اديكم يعني مثال يكون لامم حاجات كتير، بدل ما ناخد امثله من مصادر مثلا من ابحاث اجنبيه او حاجات معموله بره، ما تبقاش البحث نفسه ممكن ما بقاش مغطي كل البروسيس اللي تمت في الحسابات، لأنه بيعرض النتائج بشكلها الأخير، يعني بيبقى مركز على النتيجة أكتر. هنبتدي بس يعني ببرزنتيشن كده، أنا كنت عرضتها قبل كده في يعني برزنتيشن لمؤتمر، بس بشكل مختصر يعني كده، إن إحنا بعيدا عن الكلام المقدمة ده، يعني دي مشكلة المية في مصر وكده. هنتكلم عن الـ virtual water. التعريف بتاعها هي أي فلو للمية بيتم أو بيحصل بشكل غير مباشر، يعني بشكل إحنا ما بنشوفوش بعينينا أو ما بنمارسهوش بنفسنا، حاجة بتحصل في الخلفية ورا احنا ما بنعرفهاش، بتحصل في الخلفية ورا، بمعنى انها بتحصل في عمليات او في انتاج حاجات احنا بنستهلكها بشكلها النهائي، لكن ما بنعرفش كمية المية اللي دخلت في تصنيعها او في تقديمها كخدمة لينا، حجم المية ده كام او قد ايه. فده مفهوم الماء الافتراضي اللي هو بيوازي او مرادف للفلو الاندايركت للميه الغير مباشر اللي احنا ما بنشوفوش، ده غير الدايركت فلو اللي احنا بنشوفه بعينينا، الميه اللي احنا بنستخدمها بنفسنا جوه المبنى، اللي بنستخدمها في الأكل والشرب، في الأجهزة بتاعة المبنى، في النظافة، في المينتننس، في الأوبريشن بتاع المبنى كله، من أنظمة تكييف، حريق، خزانات مية وتغذية وحاجات صرف وكده. فدي الحاجات المباشرة، يعني دي أغلب الحاجات المباشرة اللي احنا بنحتك في يعني بالمية فيها بشكل مباشر، لكن ما عدا ذلك الحاجات اللي بتتم من ورانا او يعني مش قدام عينينا، دي اللي هي الاندايركت فلو اللي هي الفيرتشوال ووتر، زي تصنيع المواد البناء بقى والكومبوننتس بتاعت المبنى نفسه والاجهزه حتى اللي احنا بنجيبها بنستخدمها جوه المبنى بعد كده، واي منتجات احنا بنجيبها بنستخدمها سواء اكل، لبس، أجهزة، زي ما قلت، أي حاجة بيكون داخل في البروسيس بتاعتها أو في التصنيع بتاعها المية، وأي خدمات بتحتاج لاستخدام مية، يعني أنت بتروح بتتعلم مثلا من البيت، ففي بروسيس بتتم، في إنترنت بيستهلك، في أجهزة أنت بتقعد عليها بتمارس الموضوع ده، الأجهزة دي متصنعة من إيه، الإنترنت نفسه عشان يتبثلك ويجيلك بيستهلك موارد، يعني في موارد عشان الاوبريشن بتاعه، بتشتغل من البيت، بتعمل اي حاجة وانت في مكانك، فده كله برضو بيستهلك موارد بشكل غير مباشر. زي ما قلنا دي دورة الحياة بتاعت المبنى، مش هنتكلم فيها كتير. الووتر فوت برينت، طبعا الكلام ده انا كنت بشرحه يعني بديتيلز في المحاضرات بتاعت مادة النايل ريفر اللي انتوا ما لحقتوهاش كدفعة، والمادة للأسف ما كملتش يعني دلوقتي في اللائحة الجديدة مش موجودة أصلا، فهم بس الدفعتين اللي بعديكوا على طول هم اللي لحقوهم بشكل كبير، لحقوا المادة ديت يعني. الووتر فوت برينت اللي هو البصمه المائيه، اللي هو زي بالظبط الكربون فوت برينت،
دي بتبقى اجمالي او توتال الميه اللي بتستهلك او بتستخدم عشان انتاج المنتج المعين ده. يعني اي ميه بقى بتستخدم سواء المباشر والغير المباشر اللي هو الفيرتشوال بيتجمع على بعضه وبيستخدم كقيمة للفوت برينت بتاع المنتج ده من حيث المية. فهنلاقي في المباني اللي هو الآخر آخر حاجة على اليمين، هنلاقي إنها بتستهلك، يعني ده مثال مثلا لبيت عيلة، بيت عيلة واحد في كندا، هنلاقي مثلا إنه بيستهلك 6 مليون وحدة مية، بالمقارنة بقى بالمنتجات العادية اللي احنا بنستخدمها طول اليوم، الأزايز المشروبات، الفاكهة، التيشيرتات نفسها أو اللبس اللي احنا بنلبسه، المأكولات، الغسالة، دورة الغسيل بتاعت الغسالة الواحدة، الشاور، كميات المياه اللي بتستخدم فيها او بنحتاج ان احنا نستخدمها عشان ننتج المنتجات دي اقل بكتير من المبنى. فده يدل على ان المباني فعلا عنصر المياه فيها مهم كترشيد، ان احنا نحاول ان احنا ندرس الكميات دي ونحاول ان احنا نحسن من استهلاكنا للمياه على مدى عمر المبنى كله. وده الشارت دي بتوضح المراحل عمر المبنى اللي بيبقى فيها كميات أعلى من استهلاك المية. هنلاقي مرحلة البناء ومرحلة الصيانة اللي هي بتتم أثناء الأوبريشن يعني، بس الصيانة بتكون أعلى من الأوبريشن. ليه؟ لأن الصيانة زيها زي البناء أحيانا بتحتاج عمليات إحلال وتبديل لبيلدينج ماتيريالز، لكومبوننتس جوه المبنى، لأنظمة. فالتصنيع بتاع الحاجات دي هو اللي بيستهلك مية كتير، يعني التصنيع والتركيب في الموقع، التنفيذ نفسه. عشان كده تلاقوا المرحلتين دول هما الأعلى في استهلاك المية. يعني دي بعض البراكتسز اللي كانت مقترحة في المحاضرة اللي أنا اديتها في المؤتمر ده عشان مرحلة التصميم بتاع المبنى، ازاي انه يقلل استهلاك المية او يحاول يستفيد من البدائل بتاعة المية الصالحة للشرب التانية الموجودة في الموقع بتاع المشروع. دي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل بس في يعني في مادة الديزاين، مش هنا، على اساس انها ممكن تفيدكم في الديزاين نفسه بتاع المشروع بتاع الجراديويشن. يعني بالنسبة لي الداتابيزز زي ما قلنا احنا محتاجين عشان نعمل الدراسة بتاعة اللايف سايكل اسيسمنت ان احنا نجمع داتا، الداتابيز بتاعة الماتيريالز والكومبوننتس اللي احنا هنستخدمها جوه المشروع. فدي كانت الداتابيز اللي جمعتها انا بنفسي في الدراسة اللي عملتها لمرحلة التنفيذ، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل المحاضرة الجاية أكتر، بالسيكونس بتاعها، بالسيستم باوندري اللي كان محدد الدراسة، بالليميتيشنز، بالداتا اللي اتجمعت واتجمعت منين بالظبط. ده ملخص، بس الملخص لأهم الحاجات من الداتابيز عشان بس يعني كانت محاضرة كده سريعة في برزنتيشن سريع في المؤتمر ده. فدي بعض مواد البناء زي ما مكتوبة قدامكم، الرمل، الميكسد ساند وجرافل، يعني رمل وسن او زلط مع بعض، ميكس مع بعض عشان حاجة الردم والخلطات الخرسانة وكده. وفي الاسمنت نوعين منه، في البورتلاند العادي وفي الفلاي اش اللي فيه زي ما قلنا الفلاي اش ده في المحاضرات بتاعت الترم الاولاني اللي هي الرماد المتطاير اللي بيبقى من الفحم اللي بيستخدم كجزء من الاسمنت عشان يقلل المحتوى الاسمنت نفسه العادي اللي بيتصنع وبيكون ليه ملوثات ومعدلات
هدر للموارد اعلى. وفي بقى انواع خرسانه الريدي ميكس والبري كاست، في الستيل اللي هو الحديد التسليح اللي احنا بنستخدمه جوه المباني، انواع الطوب، في الكلي بريك الطوب الاحمر او الطافلي العادي اللي احنا بنستخدمه، في الطوب الاسمنتي، الحاجات العزل الرطوبه عزل الحراره، البروفايلز بتاعت الابواب والشبابيك، الالومنيوم او البي في سي او الخشب الموسكي اللي احنا بنستخدمه هنا عاده هنا في مصر، انواع الازاز الفلات والتينتد والتايلز بتاعت الجرانيت والرخام والسيراميك. دي الحاجات اللي هي يعني انا كنت عامل مجمع داتابيز لاكتر المواد اللي بتستخدم بشكل شائع في مشروعات الاسكان في مصر. يعني هي كانت الكيس ستادي بتاعتي مشروعات الاسكان الاجتماعي، فكنت انا مجمع الحاجات اللي تخص النوع ده من المباني، مش كل الماتيريالز طبعا. هتلاقوا حاجات في البينتس، الدهانات، الاكريليك، الجرافياتو، هنلاقي اليونتس بتاعت الحمامات، التويلتس، الووش بيسنز، الشاور، الفيكسشرز بتاعت الحمامات، الحنفيات نفسها، خلاطات المية، الكلام ده، والمواسير بتاعت التغذية والصرف بأنواعها. ده الجزء ده اللي هو الداتابيز اللي تخص المرحلة من A1 لA3. احنا قلنا المراحل بتاعت عمر المبنى بتتقسم لأربع أجزاء رئيسية، في مرحلة البرودكشن والكونستراكشن، دي مرحلة على بعضها في الأول، يليها مرحلة الأوبريشن والمينتننس، يليها مرحلة الـ end of life، ويليها المرحلة الرابعة دي اللي أحيانا بتكون موجودة وأحيانا لا، اللي هي اللي بتعمل بقى closing لللوب أو بتقفل السايكل بتاعت المواد، اللي هي بيبقى فيها مرحلة الريسايكلينج أو الريوز بتاعت الماتيريالز بعد نهاية العمر بتاع المبنى. وقلنا إن كل مرحلة من المراحل دي بيبقى ليها مراحل يعني فرعية تحتها، وكل مرحلة فرعية بتاخد كودينج. المجموعة الأولى بتاعت الإنتاج والبنى بتاخد حرف الـ A، ففي المراحل اللي تحت منها بيبقى A1 A2 A3 A4 لحد A5، والمراحل التانية بيبقى B هات وفي C هات وفي D هات، يعني A B C D هما الأربع كاتيجوريز الكبار بتوع عمر المبنى. وكل بقى المراحل الفرعية تحت بتترقم من يعني بداية من واحد بالترتيب كده، ومع الحرف بتاع المجموعة أو الحرف بتاع المرحلة الرئيسية. فالـ A1 لـ A3 دول في المجموعة الأولانية بتاعت الإنتاج والبنى، اللي هي الـ A1 اللي هي استخراج الماتيريالز من المصدر بتاعها، من المنبع الرو ماتيريالز، والـ A2 اللي هي مرحلة النقل للمصانع، والـ A3 اللي هي مرحلة التصنيع نفسها، المانيفاكتشرينج نفسه. فهنلاقي ان الداتابيز دي تخص المرحلة من A1 لA3، يعني من اول استخراج الرو ماتيريالز لحد تصنيع المنتج النهائي اللي هي المواد اللي قدام عينينا ديت اللي موجودة دي. فهنلاقي ان كميات المية اللي مكتوبة قدامنا دي في الـ A3 لوحده اللي هو مرحلة التصنيع لوحدها بتستهلك مثلا كذا، وفي من الـ A1 للـ A3 على بعضها العمود اللي هو يعني متظلل يعني بأزرق فاتح، دي المرحلة كاملة يعني من أول الـ A1 للـ A3. وكل نوع أو كل عيلة من الماتيريالز دي زي ما انتوا شايفين هتلاقوا اليونت اللي هي فانكشنال يونت اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت، الوحده العياريه اللي بتقيس كميه الميه بالنسبه لكميه ماتيريال محدده، هنلاقي انها بتختلف من مجموعه لمجموعه، لان في مجموعات بتتقاس بالوزن، في مجموعات بتتقاس بالمسطح، في مجموعات بتتقاس باليونت بالوحده.
هنلاقي مثلا المواد اللي هي زي الرمل او الزلط او الاسمنت او الحديد التسليح او الخرسانه، دي بتتقاس بالطن دايما. انت لما بتشتري حاجه من دي بتقدرها بالطن، فبيبقى الوحده بتاعت كميه الميه متنسبه للطن، فيبقى المتر المكعب ميه لكل طن من الماتيريال دي. فهنلاقي مثلا عند الطوب لا، بيتقاس بالوحده، بالطوبه. انت بتقيس بالطوبه، انت محتاج كام طوبه، فالطوبه الواحده بتستهلك كذا متر مكعب من الميه، يبقى الوحده دي الفاليو دي اللي مكتوبه هي المتر مكعب ميه لكل طوبه، لليونت الواحده. هنلاقي مثلا في مواد العزل بيتقاس بالمسطح، انت عاوز كام متر مسطح، بتومين او ممبرين او الصوف الصخري عشان الحراره، فهتلاقي بيتنسب المتر المكعب ميه لمتر مسطح من الماده، من البرودكت ده، وهكذا. فده كده يعني امثله كده سريعه على ازاي الارقام بتتنسب الفانكشنال يونت بتاع كل نوع من الماتيريالز بيبقى عامل ازاي. هنلاقي مثلا المواسير تحت البي في سي والبي بي ار والستيل بتاعت المياه والتغذيه بتتنسب بالمتر، الماسوره بالمتر، انت عاوز كام متر مواسير، فتلاقي متر مكعب بميه لكل متر من المواسير دي. المرحله اللي هي اي 4، الداتا بيز بتاعت الاي 4 دي كانت حساباتها مستقله شويه لانها قايمة على فرضيات أكتر، ما هياش داتا احنا يعني، ما هياش داتا أنا جبتها من المصنع اللي بينتج المادة يعني مباشرة أو حاجة زي الحاجات اللي فاتت. لا، دي قايمة على حسابات، لأنها الـ A4 دي مرحلة النقل اللي بقى بتتم من المصنع بعد ما المنتج ما بيتصنع لحد ما بتوصل لي في الموقع بتاع المشروع. فهو الشغل في البحث ده كان على 6 مشاريع، كل مشروع في مدينه شكل. فال6 مشاريع موجودين قدامكم في الجدول اللي هم تحت العنوان بتاع اللاند ترانسبورتيشن، النقل البري، ده من المصنع للموقع بتاع المشروع. ففي 6 مواقع للمشاريع، وعلى افتراض انه نفس المصنع بتاع مادة البناء هو ده اللي بيورد للستة مع بعض. يعني على أساس إن دي المنطقة الصناعية الأقرب لهم، يعني هم كانوا 6 مناطق دول، 6 مشروعات دول في البحر الأحمر وجنوب سيناء، فبالتالي كان أقرب منطقة صناعية ليهم بتورد لهم الماتيريالز دي العين السخنة مثلا. ففي حاجات موجودة في العين السخنة فعلا، وفي حاجات كانت بره العين السخنة. فعشان نبدأ نرتب المسافات ونحسب المسافات، كانت محتاجة ان احنا يعني نحدد بالظبط كل مصنع موجود فين. الأغلبية بتاعتهم كانت عند العين السخنة مباشرة، فما يعني ما كانش فيهم مشكلة. البعض التاني كان في مناطق صناعية تانية أبعد، في من العاشر من رمضان، في من العبور، في من 6 أكتوبر، في حاجات جاية من برة مصر خالص، يعني من دول تانية برة overseas. فهتلاقي في عمود مكتوب للoverseas، الحاجات اللي جاية بالبحر، يعني من البحر بمراكب على المينا بتاعت مثلا العين السخنة أو كده. فهو الاختيار كان العين السخنة كان كويس، لأن هو في منطقة صناعية اوريدي هناك، مصانع، وفي في نفس الوقت مواني، فلو أي حاجة برضو جاية من البحر ممكن تيجي على المينا بتاع العين السخنة، ونبقى احنا بنضيف القيمة بتاعت النقل البحري ده على القيمة بتاعت النقل البري بقى من العين السخنة لحد الموقع برضو. فهنلاقي في 6 مواقع بتوع المشروعات كانوا في شرم الشيخ، الـ SHD شرم الشيخ، الـ CA كاترين، الـ TO دي الطور مدينة الطور، الـ SF السفاجة في البحر الأحمر، والـ QS القصير، والـ GH راس غارب. فال6 مواقع دول كان فيهم 6 مشروعات إسكان، هم اللي بيتورد لهم الماتيريالز ديت بالمسافات اللي مكتوبة دي لكل
ماتيريال بقى منهم عشان نقدر نحسب كميات المية اللي بتستهلك في مرحلة النقل، لأن المية على حسب، في دراسة أو بحث كان معمول قبل كده بره، الجدول اللي موجود فوق الرفيع ده خالص في السلايد، اللي هو كميات المية اللي بتستهلك في وسائل النقل لكل كيلو متر مسافة، كم لتر مية، لتر بير كيلو متر، يعني كم لتر مية لكل كيلو متر نقل باستخدام الوسائل دي. فهنلاقي أعلى وسيلة نقل بتستهلك مية هي النقل البري العادي، اللوري، العربيات النقل. هنلاقي أقل منها شوية القطارات، لو في نقل يعني بسكك حديد للماتيريالز أو للعمالة. وهنلاقي أقل حاجة خالص النقل البحري. فالحسابات دي قامت على القيم اللي موجودة فوق ديت، اللي هي بتاعت وسائل النقل المختلفة، اللي بري حسبنا له البري، واللي بحري حسبنا له البحري، عشان نطلع بنتائج للمرحلة بتاعت الـ A4 ديت بناء على الحسابات بتاعت النقل. وهنوضحها بالتفصيل المحاضرة الجاية. بس انا بس الهدف دلوقتي ان انا بوري لكم السيكونس بتاع الحسابات بيجي منين، يعني اساس الحسابات بتيجي منين او بتتقدر ازاي. الجزء الاولاني اللي احنا قلنا عليه، اللي من A1 ل A3، ده كان ما كانش فيه حسابات، دي داتا انا جمعتها على طول من المصنع، يعني المصانع نفسها، لفيت على المصانع وقتها وعرفت من كل مصنع هو بيستهلك مية قد ايه، من اول المحاجر او من اول السورس اللي بيجيب منه الرو ماتيريالز بتاعته لحد التصنيع. طبعا في مصانع كتير هنا في مصر ما فيهاش داتا تخص المحاجر والنقل اللي بيوصل الحاجة لحد عنده جوه المصنع، عشان كده اضطريت ان انا استعمل او استخدم بدايل لنفس الماتيريالز من داتا بيزس من بره، اعتمادا على ملفات الاي بي دي اللي انتوا عارفينها، اللي هي الانفيرمنتال برودكت ديكليريشن اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده، بخصوص المواد البنى ديت، يعني الحاجات اللي انا ما لقيت لهاش داتا كافيه في مصر جبت لها داتا من بره. بس عشان المقارنه في الاخر تبقى مقارنه فير في الحسابات بتاعت البحث ده، عملتها بتو سيناريوز. سيناريو اعتمدت فيه على الداتا الداخلية لمرحلة الـ A3 بس، اللي هي المرحلة المضمونة اللي أنا جبتها من كل المصانع هنا في مصر، اللي هي مرحلة الإنتاج نفسه، التصنيع نفسه، هي دي اللي كانت متاحة عند كل مصنع، مش الـ A1 والـ A2. وفي سيناريو تاني عملته من الـ A1 للـ A3 من الداتا بيزس الخارجية اللي برا مصر، اللي انا جبت منها بقية الداتا اللي كانت ناقصة. فكانت المقارنة كده فير، لان انا بعمل سيناريو اولاني داخلي صرف وسيناريو تاني خارجي صرف، بس اللي بدايل للماتيريالز اللي عندي جوه، شبيهة يعني هي نفس الماتيريال بس بتتصنع برا بداتا من برا غير الداتا اللي جوه. فدي هنشرحها بالتفصيل في المحاضرة الجاية اللي هتكون يعني غالبا كده، ممكن ما تكونش الاسبوع الجاي لان انتوا عندكم تسليمه الاسبوع الجاي بتاعت الجراديويشن، فممكن نشوف بقى اذا كانت هتبقى الاسبوع اللي بعده ولا امتى. بس دي اللي هتكون فيها ديتيلز اكتر عن الحسابات بتاعت الموضوع ده، والداتا دي اتجمعت منين بالظبط. المرحله دي بقى اللي هي A5، اللي هي المرحله الاخيره في المجموعه دي اللي تخص ايه، الكميات المية اللي بتستخدم في الموقع وانت بتنفذ بقى الماتيريال خلاص قدامك في الموقع نفسه، زي المية اللي بتعملها في الخلطة بتاعت الخرسانة، المية بتاعت المون اللي انت بتستخدمها، المية اللي بتستخدمها في دهان عزل الرطوبة البيتومين وانت بتدهنه،
الدهانات البلاستيك والمحارة والكلام ده اللي بتحط فيها كميات مية، اللباني، المونة اللباني اللي انت بتعمل بيها العراميس بتاعت السيراميك والحجر، الكسوات والكلام ده، الحاجات اللي انت بتستخدمها عشان تقطيع المواسير ولحامها وتركيبها في الموقع، مواسير المية والتغذية. فكل دي كميات مية بتستخدم في الموقع نفسه بتكمل عملية البناء بتاع الماتيريال دي او الكومبوننت ده عشان يبقى في حالته الاخيره في المبنى بعد ما بيخلص وبيبقى يعني جاهز للاستخدام. فدي اخر مراحل المجموعه الاولانيه اللي هي بقى التنفيذ في الموقع زي ما قلنا. الداتا دي بتاعت الاي 5 دي اتجابت بقى من المصدر بتاعها كان ايه؟ كان المشاريع نفسها اللي انا بدرسها، الست مشاريع اللي هم في المدن اللي احنا اتكلمنا عليهم فيهم الداتا دي طبعا، لان هو المقاول اللي بينفذ بيعمل الكميات والحصر بتاع المشروع، فبيبقى مكتوب ان الخلطة مثلا الخرسانة نسبة كذا رمل لكذا اسمنت لكذا مثلا مية مش عارف ايه. فبتبدأ بقى تحسب كميات المية دي من الداتا بتاعت الحصر والمواصفات، وبتبدأ بتحطها هنا في الـ كفاليوز في الداتابيز بتاعت المرحلة بتاعت الـ A5. المواد الشبيهة اللي انا اخدتها او البدائل اللي انا اقترحتها عشان اقلل استهلاك المية وما كانتش متنفذة فعليا في المشروعات بتاعت الإسكان دي، بس أنا اقترحتها كبدائل إنها تكون أحسن عشان توفير المية دي، كان المصدر بتاعها من الـ EBD برضو اللي هو الـ Environmental Product Declaration. ده بيوضح برضو جواه استهلاك المية في المرحلة بتاعت الـ A5، يعني هنلاقي فيه بعض الملفات دي بتقول لي استهلاك المية في التنفيذ نفسه بيبقى قد ايه. طيب بعد ما الداتابيز دي اتجمعت وابتديت ان انا اعمل حساباتي اشوف ايه البدائل الاحسن من البدائل التانية، ابتديت احط سيناريوهات للتوفير المية، ان انا برشح بدائل جديدة غير البدائل اللي استخدمت بالفعل في المشروعات بتاعت الاسكان دي عشان اقلل من استهلاك المية فيها في المشروعات اللي هتتعمل قدام من نفس النوعية بتاعت الإسكان الاجتماعي. اتقسمت الموضوع للفانكشن بتاع كل عيلة من عائلات المواد، يعني السايت وورك اللي هي المواد بتاعت أعمال الردم والإحلال بتاعت التربة والكلام ده، اللي هي الرمل والزلط السن الميكس الحاجات الميكس ما بين الرمل وزلط وكده. واخدت على 4 سيناريوهات اللي هم الـ4 المكتوبين في الشمال، اللي هو الاكزيستنج اللي هو الوضع الراهن الحقيقي اللي اتعمل عليه المشروع، تحتيه 3 سيناريوهات لترشيد المية. كل ما بننزل لتحت كل ما بيبقى وفر المية المفروض يبقى اعلى، يعني في البيزك وفي الميديوم وفي الادفانسد اللي هو اعلى سيناريو محطوط عشان ترشيد استخدام المياه فيه. فهنلاقي مثلا ان كل ما رحنا للساند الرمل بس في اعمال الردم كل ما كان افضل. طبعا هو مش ما بيحصلش في الواقع، يعني الكلام ده نظري، لكن في الواقع في الحسابات الرمل ده له استخداماته، يعني ما ينفعش احط بديل الزلط في يعني في اي حاجه رمل، لا طبعا، يبقى الموضوع محتاج تقدير للاشتراطات والاعتبارات بتاعت التنفيذ يعني. عشان كده كان في بعض الحاجات كان بيبقى فيها رجوع لناس متخصصين في الحاجات الانشائيه ومهندسين من مدني عشان يعني ابتدي احط فعلا الافتراضات دي على اسس قويه. السكيلتون مثلا النظام الانشائي هنلاقي فيه الوضع الحالي ان هم بيستخدموا
كونكريت ريدي ميكس باسمنت بورتلاندي عادي، انا حطيت مره ريدي ميكس مع اسمنت فيه فلاي اش، مره استخدمت البري كاست اللي هو سابق الصب مع اسمنت بورتلاندي، ومره سابق الصب مع اسمنت فلاي اش. هتلاقي برضو عزل الرطوبه برضو بدل الاسفلتويد، ده نوع من العزل هم بيستخدم في المشروعات عادة هناك. غيرته بإنسيومات اللي هو العزل بيبقى من برينز يعني مسلحة من جوه بألياف، على الياسة مثلا من الأسمنت، تلاقي مرة أسمنت بورتلاندي ومرة برضو أسمنت بفلاي إيش. العزل الحرارة برضو له البدائل بتاعته، بدل السي ام اللي هو الاسمنتي، في عزل حرارة بيتعمل بالاسمنت بيبقى فوم كده زي الاسمنت رغوي، ده البديل بتاعه كان استخدام الصوف الصخري او حاجة اسمها البلون سليلوز اللي هو السليلوز المنفوخ. دي حاجات موجودة بره دلوقتي بتستخدم، وأنا كنت بقترحها إنها يعني تكون بديل هنا للحاجات عزل الحرارة اللي إحنا بنستخدمها بشكل شائع. البريك وورك بدل الطوب الطفلي العادي المثقوب بنستخدم الطوب الأسمنتي في بديل، أو بنستخدم الطوب الطفلي المصمت اللي هو مش مفرغ من جوه، لان ده بيبقى الاستهلاك بتاع الموارد بتاعه اقل من المثقب ده اللي فيه فتحات المجوف من جوه. بالنسبة لي الدهانات الخارجية برضو بدل الدراي ميكس، قلنا مرة هنغير هيبقى فيه كسوة رخام لبعض المناطق من الواجهة، قلنا مرة هيبقى دهان سيليكا، قلنا مرة هيبقى دراي ميكس. بس بدل ما الأساس بتاعه أسمنت بورتلاندي هنغيره لأساس من الجبس، حاجة زي الجبس زي البلاستر المحارة بس من الجبس. دي برضو بدائل الكوتينج، الدهانات بدائل الأرضيات من سيراميك في الاستخدام العادي، قلنا هنغير لماربل في الادفانسد بس برضو باستخدامات يعني محدودة مش في كل طبعا الفراغات بتاعت البيت. الدورز بدل الأرض بدل الأبواب والشبابيك الخشب الموسكي هنستخدم الألمونيوم، وبعد كده هنستخدم ال ام دي اف للابواب الداخليه والبي في سي للشبابيك. الجليزنج نفسه من الازاز الشفاف الفلات هنقلله، يعني هنخلي فيه ازاز شفاف في بعض الحاجات اللي احنا محتاجين فيها كلير فيو، لكن الحاجات اللي احنا مش محتاجين فيها كلير فيو زي مثلا ابواب الحمامات اللي من جوه الداخلية شبابيك المطابخ والحمامات اللي ممكن تبقى على المنور أصلا مش محتاجة لكلير فيو، فدي ممكن يبقى فيها إزاز تينتد المصنفر أو بولي كربونات اللي هي الألواح البلاستيك بدل الإزاز. الحاجات بتاعت تجهيزات الحمامات برضو من الأكريليك، هنغير مثلا الشاور من الأكريليك للشاور الصيني زي بقيه الاطقم بتاعت الحمام، يعني زي التويلت والحوض بيبقوا صيني في الغالب من الكلي سيراميك محروق، فالشاور برضو كل ما كان من نفس الماتيريال دي كل ما كان افضل في استهلاك الموارد من الاكريليك اللي بيبقى فيه عمليات صهر وبيبقى فيه عمليات يعني إضافات وكيماويات وحاجات ممكن إنها بتزود استهلاك المياه.
بعد الافتراضات دي وبعد السيناريوهات اللي اتعملت دي عشان تقليل ترشيد المية ودراسة كل سيناريو على حدة بالمقارنة في الآخر، دي كانت النتائج بتاعة البحث. يعني نتائج البحث بقى دي اللي هي في كل خانة من الخانات اللي احنا كنا كاتبينها فوق في الجداول اللي فاتت، اللي هي السكيلتون، الحاجات بتاعت البريك وورك، السانيتاري، الحاجات الصحية، الدورز والويندوز، التشطيبات نفسها، العزل، الانسوليشن بشقيه، الرطوبة والحرارة. فهنلاقي ان الدراسة نجحت اكتر في تقديم بدائل قوية في مواد التشطيب والأبواب والشبابيك والعزل. هنلاقي نسب الوفر فيهم وصلت ل، يعني في الأبواب والشبابيك والتشطيبات وصلت لقرب 80% وفر مية، ودي أرقام كبيرة يعني في مشروعات حجمها كبير زي مشروعات الإسكان دي. هنلاقي مثلا البريك وورك ما جابش وفر. ليه ما جابش وفر؟ برغم ان احنا حطينا بدايل المفروض انها تكون في التصنيع بتاعها بتقلل استهلاك المية. يعني احنا استغنينا عن الطوب الطفلي بالطوب الاسمنتي اللي هو بيبقى بيستهلك مية اقل، لان الطوب الطفلي بيبقى فيه عمليات حرق عالية قوي بتحتاج لمية عشان تبريده بعد كده القوالب ديت. فالاسمنتي مش كده، الاسمنتي بيبقى مظبوط، بيبقى فيه صهبة جوه قوالب وبيتساب لحد ما بيجف لوحده، يعني زي اي كونكريت. بالرغم من كده لقينا ان الحسابات ما ادتش الوفر. ليه ما ادتش الوفر؟ لان المشكلة كانت هنا المسافة، يعني مرحلة الاي 4 دي كانت الفيصل، لان في الواقع المصانع بتاعة الطوب الاحمر دي بتبقى يعني قريبة جدا منك، يعني في سكيل المدينة نفسها بتاعة المشروع موجودة، لانها مصانع شبه ميكانيكية. يعني ممكن اي حد يفتح ورشة كده ينتج فيها الطوب الاحمر ده بنفسه، لكن الطوب الاسمنتي بيبقى عاوز مصنع اسمنت كبير. فالمصانع الكبيرة موجودة في العين السخنة، وبالتالي الطوب الأحمر كان أقرب جدا للمواقع بتاعة البنى، يعني كان نطاقه نطاق محلي على سكيل المشروع قريب منه كتوريدات، غير الطوب الأسمنت اللي جاي من مسافة بعيدة جدا. فعشان كده المحصلة في الآخر اللي توفر في تصنيع الطوب الأسمنتي استهلك في النقل، فكانت المحصلة تقريبا صفر، يعني مفيش وفر حصل. فعشان كده كان في يعني ريكومنديشن ان يبقى في مصانع الاسمنت دي تكون يعني تكون اقرب للمناطق النائيه ديت زي البحر الاحمر وجنوب سيناء، يبقى فيها مصانع عندها لانتاج الاسمنت، يعني ما تبقاش بتجيب الحاجه من مسافات بعيده زي من العين السخنه او العاشر من رمضان او كده. ودي يعني ده ملخص كده، انفوجراف كده قدمته في الاخر كنتيجة للموضوع. يعني دي كمية المية، لو هناخد مثلا مشروع اسكان زي مشروع المليون وحدة اللي مصر شغالة فيه بقالها كام سنة. ده المليون وحدة ده في الوضع العادي بتاعه هيستهلك الوحدة الواحدة، الشقة الواحدة هتستهلك 1440 متر مكعب مية. لو حطينا الادفانسد سيناريو اللي انا قدمته كمقترح في الدراسة، هيبقى الوحدة او الشقة الواحدة بتحتاج 890 متر مكعب بس، يعني حوالي تقريبا 60% من الوضع الاصلي مية. وبالتالي احنا نقدر نبني بدل المليون وحدة بالوضع الحالي العادي بتاعنا، نقدر نبني مليون وحدة كاملين بمقدار مية أقل، وبالمية اللي باقية دي اللي احنا وفرناها نقدر ان احنا نكفي السكان اللي عايشين في المليون وحدة دول وزيادة، يعني نكفي ألف نكفي مليون وستمائة وأربعين ألف عيلة استخدامات أساسية للمية لمدة سنة بالمية اللي هنوفرها دي، أو إن إحنا نبني فوق المليون وحدة دول
616 ألف وحدة زيادة، يعني بدل المليون هيبقى 1,600,000 وحدة ممكن نبنيها أو أكتر كمان. فدي ده كان ملخص الريسيرش اللي اتعمل، اللي هيبقى فيه تفاصيل أكتر هنتكلم عليها المحاضرة الجاية، بناء على بس إن أنا بغير في كومبوننتس أو بوجد بدائل لمواد البناء من مواد بناء اوريدي بتستخدم، يعني حاجات تقليدية بتستخدم برضو بس بتستخدم مثلا في مناطق تانية او في بيلدينج تايبس تانية، مش في المشروعات الاسكان الاجتماعي اللي بتعملها الدولة. لكن ما بالكم بقى لو كمان غيرنا البدايل دي ببدايل زي الحاجات اللي قدامكم ديت من مواد مثلا الحاجات البايو بيست اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات بتاعت الترم الاولاني، الحاجات اللي من قش الرز، من الروبيل، الحاجات اللي من الارث، الطوب اللي من الطامي او الطين، الحاجات الرامد ارث، الحاجات اللي هي مبنية بكبس الطبقات الارض، الحاجات اللي هي الريسايكلد ماتيريالز، الحاجات اللي بتعمل لها ريوز من مشروعات قبل كده زي الحديد مثلا، الازاز المعمول له ريسايكلينج، الريسايكلد بلاستيكس، الحاجات بتاعت الخشب اللي احنا بنعمل له ريسايكلينج برضو وبننتج منه بوردز جديده بنستخدمها. فكل الماتيريالز بقى دي كمان هيبقى ليها امباكت احسن واحسن من اللي احنا قدمناه في السيناريو اللي فات. يعني السيناريو اللي فات كان كله بدايل من مواد فعلا قائمة بتستخدم يعني بشكل عادي، لا فيها ريسايكلينج ولا فيها ريوز ولا فيها اي حاجة. لو ضفنا بقى المعايير دي كمان في الحسابات بتاعتنا هتكون النتائج احسن بكتير. طيب ده كان يخص مرحلة التنفيذ. بالنسبة لمرحلة التشغيل بقى الاوبيريشن بتاع المبنى، دي كانت برضو دراسة تانية كنت اشتغلت فيها. هي دي أقدم شوية من الدراسة اللي فاتت بتاعت مرحلة التنفيذ. دي تخص التشغيل بقى، يعني دي فيها متجمع فيها كل السيستمز بتاعت المبنى من جوه. الكيس ستادي هنا كانت الفنادق مش البيوت، يعني ده مش مشاريع ريزيدنشال، كانت مشاريع اوتيلات. فالسيستمز دي بتبقى جوه الاوتيلات، يعني في حاجات تنفع فيها للبيوت وفي حاجات لا طبعا للمباني الكوميرشال اكتر او البابليك اكتر. فهنلاقي في تقسيمه لانواع التابس، خلاطات الميه او الحنفيات، في الشاورز انواعها، في التويلتس برضو بانواعها المختلفه، واليورينلز، في الحاجات الجافه خالص اللي ما بتستخدمش ميه خالص زي الكومبوست والفاكيوم تويلتس والانسينريتنج اللي بتستخدم الحرق بالحرارة، تحرق الويست على طول بالكهرباء ما بتصرفوش بمية. في حاجات ووترليس يورينلز، في حاجات سمارت فلاش اللي هو الاوتوميتد اللي بيعمل فلاشنج لوحده وما بيعملش بكميات كبيرة كده. في افكار كتير، وهنلاقي الجدول ده فيه الووتر سيفنجز بتاعت كل نوع منهم متنسب يعني لبقية الأنواع العيلة نفسها، يعني التابس متنسبة لبعض، مين أقل واحد في الوفر، مين أعلى واحد في الوفر، وهكذا. هنلاقي فيه برضو فيه عمود للإنيشيال كوست، الحاجات الأغلى من التانية. هنلاقي بالتأكيد البديهي إن إحنا كل ما بنروح لأدفانسد تكنيك عشان يوفر لنا اكبر كمية من المية هيبقى هو الاعلى في التكلفة المبدئية بتاعته. عشان كده دايما بنقول ان دي المعضلة اللي قدام اي كلاينت او اي عميل بينفذ مشروع، ازاي ان هو يعمل البالانس ما بين الانيشيال كوست اللي عنده والرانينج كوست اللي هيبقى فيها وفر وهيبقى فيها منفعة على المدى البعيد من المشروع لو هو عنده بعد نظر يعني. فدي حتة البالانسينج دايما اللي بيبقى مطلوب، ان انت ما تبصش تحت رجليك قوي دلوقتي كانيشيال كوست، بص للبينيفيتس اللي هتجيلك قدام. عشان كده المجموعة اللي عملت
الريبورت او البحث عن اللايف سايكل كوست هي اللي قربت يعني بتفاصيل كويسة موضوع الرانينج كوست ده بيتقدر ازاي ولازم يتحسب ويتحسب بشكل دقيق عشان يبقى فعلا ريفرنس قوي يشجع اي عميل او اي ماركت انه يقبل بالتكنيكس الادفانس ديت برغم من ان الانيشال كوست بتاعها ممكن يبقى عالي. هنلاقي مثلا التجهيزات المطبخ في الديش ووشرز بانواعها، في التابس برضو بانواعها بتاعت المطبخ، في النوزلز اللي هي بتنظف الخضار والفاكهه والكلام ده برضو ليها انواع ليها نوعين، في الايس ماشينز اللي هي بتعمل التلج دي في الفنادق او المطاعم الكبيره بتكون موجوده، وفي الجاربج ديسبوزر اللي هو المحابس والمصارف بتاعت الويست من الأحواض بالذات، لأن الأحواض بيبقى عليها غسيل حاجات كتير بكميات كبيرة، ممكن يبقى فيها بقايا أكل، ممكن يبقى فيها حاجات تسد الصرف، فبيبقى فيه حاجات بتنقي الكلام ده أول بأول. هنلاقي مثلا في المغاسل اللوندري برضو في أنواع كتير للمغاسل، في من اول الحاجات الكمبيوترايزد اللي هي الاوتوميتد ببرامج لحد الاوزون لاندري اللي هو بيبقى بيستخدم يعني نوع من الغازات وبكميات اقل كتير من المية في عمليات التنظيف. في الريكرييشن بقى الحاجات اللي هي زي الحمامات السباحة بتاعت الفندق، التجهيزات بتاعتها ممكن ان احنا نعمل له بارشال شيدنج، يبقى جزء منه مغطى مثلا عشان نقلل الهدر بتاع البخر بتاع المية من المسطح الكبير ده بتاع حمام السباحة خاصة في الصيف. حاجات مثلا ممكن يبقى فيه بديل للمية بدل ما نستخدم فيه فريش ووتر نستخدم فيه مية البحر، يبقى حمام السباحة معمول بمية مالحة او بمية البحر بديل عن مية الشرب. يبقى في الدورة نفسها بتاعت التنقية والفلتريشن بتاعت حمام السباحة بتعمل الحاجة بكفاءة ما يبقاش فيها هدر مية كبير. في اللاندسكيب بقى نفسه أنواع النباتات، تقليل البيفينج أو المسطحات المرصوفة عشان نقلل الهيت ايلاند بتاع المكان وبالتالي نقلل البخر اللي بيحصل من النباتات عشان المية ما تفقدش. نستخدم شيدنج سواء بأشجار نفسها بتغطي النباتات الأقصر منها الصغيرة أو بشيدز يعني إن احنا نعمل برجولات وكده بتغطي على مناطق من المناطق المزروعة دي. ممكن تستخدم ويند بريكس، أشجار برضو كبيرة كثيفة عشان تحجب الرياح تبقى بفر بحيث انها تحمي الزرع اللي وراها او النباتات اللي وراها من تجديد الهواء الجاف لو انت في منطقة جافة جدا، فالهواء ده بيحمل مية من المية اللي موجودة جوه النبات، فالنبات بيفقد برضو مية نتيجة عمليات النتح ديت اللي بتحصل من حركة الهواء باستمرار، فلو انت صديت الرياح دي او الهواء الجاف ده هيفضل النبات محتفظ بكميات كويسة من المية بتاعته ما يفقدهاش بسرعة. طبعا ان انت تقلل النجيلة تقلل المسطحات الكبيرة من النباتات اللي بتستهلك مية كتير، تستخدم نباتات نيتف زي ما قلنا قبل كده في محاضرات فاتت، المالشينج ان انت بتحط مالش او بتحط اللي هو بيبقى بواقي الخشب الرايش بتاع الخشب بتغطي بيه التربة عشان تحجب عنها الشمس تحجب عنها الحرارة فما يتبخرش مية كتير من تحت من مية الري. تستخدم الرشاشات بقى نظام الرش نظام التنقيط في الري بدل الأنظمة العادية اللي بتستهلك مية كتير. وأهم حاجة بقى في كل ده خالص إن أنت تستخدم الجراي ووتر المعالج في الري بدل المية الفريش ووتر يعني. فكل دي بدائل يعني كانت برضو مقترحة لكل نظام او لكل سيستم او لكل فانكشن جوه الاوتيل،
في مرحلة التشغيل. هنلاقي مثلا هنا الميكانيكال ايكويبمنت برضو بنتكلم في التكييف، الأنظمة البديلة بتاعته، إطفاء الحريق، الأنظمة برضو بتاعتها، البويلرز، الغلايات بتاعت المية اللي بتستخدم في برضو المطاعم الكبيرة والفنادق عشان زيادة الطلب على المية السخنة في الاستخدامات، سواء اندور في الحمامات نفسها بتاعت الأوض بتاعت الفندق، أو في إنتاج الوجبات والكلام ده بتاع المطابخ بتاعت الأوتيل والمطاعم والكافيتريات وكده. وفي حاجات كتير بتستخدم فيها الغلايات برضو تانية، فهنلاقي في بدائل لكل حاجة من ديت بالوفر اللي ممكن يحققه كل بديل بالإنيشال كوست بتاعه، مين أعلى من مين بالمتطلبات. مثلا هل هو محتاج اندور سبيس ولا اوت دور سبيس، يعني ممكن السيستم ده يبقى موجود بره المبنى بتاعي ولا لازم يبقى جوه المبنى وله سبيسز بريكويرمنتس معينه، مين منهم اللي ممكن يتنفذ بعد ما المبنى ما يكون اتبنى. يعني انا مثلا محتاج ان انا اضيف السيستم ده بعد ما المبنى ما يكون شغال اوريدي، هل ممكن ولا لازم، لا لازم السيستم ده يتعمل في التنفيذ بتاع المشروع من بدايته خالص، لازم اكون عامل حسابه من الاول. ففي حاجات كده يعني، دي الكولومز اللي موجوده في الجداول اللي فاتت دي كلها لحد دلوقتي بتدي القرارات دي برضو عشان تساعد، يعني تدي لك كده رؤيه عامه للقرارات اللي انت محتاجها كمعماري عشان تنفذ او تطبق السيستم ده جوه المشروع. هنلاقي مثلا في استخدامات المياه البديله مثلا اللي هي النون بوتابل ووتر عندنا في المشروع، ممكن نستخدم التغذيه المزدوجه اللي هي الدول بلامينج، اللي هو ان انت بتغذي المياه الصالحه للشرب، للاحواض، للشاور، للحاجات بتاعت انتاج الاكل، الحاجات اللي محتاجه فعلا مياه فريش بشكل أساسي. والاستخدامات التانية اللي مش محتاجة لكده بتمدلها مواسير تغذية، بس مواسير تغذية بالمية المعالجة بتاعة الصرف، المية الجري ووتر اللي هي زي التويلتس مثلا، الفلاشنج بتاع التويلتس ده ممكن ما يبقاش بمية فريش ووتر أكيد، لأن أنت ما بتستخدمهاش استخدام مباشر، أنت بس بتستخدمها عشان طرد الويست من الصندوق بتاع التويلت. فدي ممكن ان انت تغذيها بجراي ووتر مش بفريش ووتر. الحاجات برضو الفلاشينج بتاع اليورينالز، ممكن في بعض انواع المغاسل ممكن تستخدم الجراي ووتر مش ميه فريش. بعض انظمه التكييف برضو ممكن يبقى فيها استخدام للجراي ووتر. ففي بدائل، دي بدائل الدول بلامينج اللي ممكن يتم في المشروع، بس ده طبعا كونه انه نظام موازي بمواسير، بشبكات، بتجميع، بتخزين، يعني بيبقى في تانك تحت للجري ووتر ده اول ما بيتعالج من وحدة المعالجة بتاعته عشان يبتدي بعد كده يتنقل بالمواسير لليونتس ديت زي ما قلنا. فبالتالي النظام ده كله لازم يتم في مرحلة الديزاين، يعني ما ينفعش اضيفه بعد ما المبنى ما يكون اتبنى واشتغل. في اللاندسكيب كجراي ووتر بقى، ان انا استخدم الجراي ووتر في اللاندسكيب له برضو كذا بديل. في النظام الشالو الضحل اللي هو بس انت بتنقط ميه او بترش ميه الجراي ووتر دي على السيرفس مباشره بتاع على الروتس، على اماكن الروتس بتاعت النباتات بعيدا عن البخر اللي ممكن يحصل من على السطح فوق. وفي ان انت بدل ما تستخدم الشالو ترينشز ديت اللي هي بمواسير تحت الارض عشان توصل الميه للروتس بتاعت النبات، ممكن ان انت الاحسن والاحسن بقى ان انت تستخدم نظام التنقيط، يعني نظام تنقيط بجري ووتر كمان مش بفريش ووتر، فده بيقلل استهلاك المياه جدا. الاوت دور يوسج مثلا بتاعت الجري ووتر ان انا ممكن استخدمها في
البابليك ووتر فيتشرز، يعني ممكن النوافير بتاعت الميه بتاعت المشروع، لو مشروع اوتيل او مشروع مبنى كوميرشال او حاجه، يبقى النافوره نفسها او الووتر سكيب نفسه معمول بالجري ووتر المعالج. بس طبعا عشان اعمل حاجه زي كده لازم يبقى فيه ارشادات ويبقى فيه علامات محطوطه عشان الناس ما تحتكش بالميه دي بشكل مباشر، لان الجري ووتر ده بيبقى مضر، يعني بيعمل امراض، يعني ممكن يعمل مشاكل للجلد وللبشره وكده، فبيبقى فيه عدم تعرض مباشر من اليوزرز للميه دي، هي بس منظر كده، حاجه منظر كده من بعيد، يعني ما بقاش فيها طرطشه اكيد ميه على الناس او في احتكاك من الناس ليها بشكل مباشر. ممكن تستخدم كمان في الباك ووش بتاع حمامات السباحة. ايه الباك ووش ده؟ اللي هو اللي انت بتنظف بيه دورة النظافة بتاعت حمام السباحة. دورة النظافة مش بتاعت الحمام نفسه كمان، لا بالأخص المكان بتاع الفلترة والكلام ده ورا، من ورا حمام السباحة، اللي هي الغرفة بتاعت المكان بتاعت حمام السباحة دي بيبقى ليها دورة نظافة كل شوية، فدي بتتنظف، ممكن تتنظف بالجري ووتر بدل ما تستهلك فيها فريش ووتر ويضيع على الفاضي. طبعا نظافة الشوارع والأرصفة والكلام ده ممكن يتم بالجري ووتر برضو بديل عن الفريش ووتر. أو بقى لو عندك فائض بعد كل ده من الجراي ووتر دي، ممكن ان انت تحقنه باسلوب ما، له كذا اسلوب للحقن، تحقن بيه المياه الجوفيه عندك تحت كريزيرف عندك للفترات الجفاف اللي ممكن تيجي بعد كده وتكون انت محتاج المياه دي تاني، ارجع تطلعها من الابار بتاعتك او المياه الجوفيه بتاعتك وتستخدمها تاني، وهي هتكون اوريدي مع الحقن ده ومع القعاد تحت مع المياه الجوفية هتكون اتنقت ونطفت أكتر، لأن في طبقات الأرض دي اللي أنت بتحقن المياه فيها بتزيل الشوايب أكتر من المياه وبتنظفها لحد ما بتوصل للأكويفر أو الخزان بتاع المياه الجوفية اللي موجود تحت. برضو بتطبيق السيناريوهات دي زي ما هنعرف في المحاضرات اللي جاية برضو بحسابات وكده، على 6 فنادق برضو كانوا محطوطين في الكيس ستاديز دي، نسب الوفر اللي اتحققت بالسيناريوهات برضو اللي كانت مقترحة، البيزك والميديوم والادفانسد، هنلاقي فوق اعلى نسبة اللي معمولة يعني باكبر حجم فونت 79.1 دي في المية، دي نسبة الوفر في الادفانسد سيناريو كأفريج في ال6 فنادق، يعني ده المتوسط اللي اتحقق من أعلى سيناريو للوفر في مرحلة التشغيل، حوالي 80%، يعني 80% من المية قدرنا نوفرها. فده كان برضو مثال على مرحلة التشغيل بقى، يعني المثال اللي فات كان مرحلة التنفيذ في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ده في مرحلة التشغيل في الفنادق الريزورتس. يعني دي بعض الريكومنديشنز بقى بناء على النتائج ديت، ودي نهاية المحاضرة.